يقول إذا اشتريت أرضا ولم أرها فهل يصح العقد؟ إذا اشتريت أرضا ولم أرها فهل يصح العقد؟ أرض معينة، الأرض المعينة لا بأس بشرائها ولو لم ترها، بالوصف، تشتريها بالوصف، لكن لا تتصرف فيها حتى تقبضها، تروح لما وتشوف مقدارها وحدودها وموقعها ثم بعد ذلك تبيعها، لأن قبضها بالتخلية. نعم.